صوت جينيفر لوبيز وصلنا ل 9:16 دقيقة على راديو ميد. مازلنا مواصلين معكم في الويكاند. نسلم عليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا, تكابتيو في لي فريكونس نتاعنا 104.1 93.5 و 100.0. تابعونا بالطبيعة على ستريمينغ لايف راديو ميد تونيزي, وإلا كانكم كونكتيت نجموا زادة تابعونا لايف على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي. نعرفوا ديما في الوقيت هذا في آخر الأسابيع نتاع الصيف الأكيد, بعد موسم صيفي ثم حملات تحسيسية, حملات نظافة تصير في البحورات في بلادنا, في الشطوط نتاع بلادنا. كعلاش باش نحكيو توا وباش نمشيو المنزل الحر, ومعانا سي لطفي لجنف كاتب عام جمعيه البيئه بمنزل حر. صباح النور سي لطفي. صباح الخير, اهلا وسهلا, بارك الله فيك. دونك سيدي, الحمله تحسيسيه لجمع النفايات في شط منزل حر, التفاصيل معك. والله اخترنا غدوة يوم غد الأحد ان شاء الله, معناه نتوقع حضور برشا مستافين غدوة. وبالمناسبة هذه احنا اخترنا موضوع حبينا نتحدثوا فيه مع خاصة بصفة مباشرة, معناه مع العباد اللي تجي تعوم, وكل خطر الموضوع يحتاج شوية شرح ويحتاج زيادة على ان ثم حملة تنظيف بطبيعة الحال تقوم على الشاطئ. حبينا نحكوا مع الناس مباشرة في موضوع التلوث بالمواد البلاستيكية. الدبابز البلاستيك, اي الظاهره نتاع الكيس البلاستيكيه والظاهره نتاع القوارير نتاع الماء هذيا المطيشه, وبرشا نفايات ناس تجي تعوم وتخلي النفايات تميكه, فهمتني, اللي ما هما بالنسبه لهم هما ربما ما يتوقعوش اللي هي تشكل خطوره كبيره تو مستقبلا حتى على الكره الكل, لان يعني الظاهره هذه هي والظاهره عالميه وتخص البحر المتوسط, يعني هو تولي معناها بالنسبة اللي هو حسب آخر تقارير يقولوا 7% من التلوث المواد البلاستيكية في العالم, رغم البحر المتوسط هو يمثل 1% من مياه الكرة الأرضية. عن ثم التلوث كبير ياسر, ولا خطر عليه تم أوروبا تعمل منتج صناعي ملوث ولا غير, حاسيله الخطر زي أنه ظل ظاهرة ولا يشكل خطر كبير والناس لازم تثق بيه. احنا تم مواطن اتصل بنا علاش درمجنا الحكايه هذه, تم ناس تعوم داخل البحر وتعمل وسائل غوص ولا غير ذلك, معناها جاونا اتصلوا بنا جمعيه بيئه وقالوا لنا راهو راهو باش نعملوا صفرت انذار كما قلناها, نقول خطر راهو عندكم البحر, معناتها البلاستيك موجود في وسط البحر وبرا البحر, ساشيات ودابز وظاهره عجيبه. بلي خلينا نسالك لهنا سي لطفي, قبل ما نحكيو على الحمله هذه, مع العباد كي تحكيو معاهم انتم كجمعيه نتاع بيئه ما يعرفوش اللي البلاستيك فيه خطر, كي يجيبوا البيبز البلاستيك نتاعهم معناتها ما عندهم شكل وعي انه معناتها يهز الفضلات نتاعو يروح بهم, ولا اول بوبيله تعرضه هو في كهربته ينجم يحط فيها, معناتها حاجه بسيطه ذي, معناتها سلوك بسيط حضاري ينجم يصير. معناتها الانواع العباد راهي المستعفين انواع برشا عباد متحضرين ياسر, وثما الروح بالطبيعه معناها نشوفوهم بعد قبل ما يروحوا, وحتى ما غير هما مش معنيين بالحكايه هذه, هما متوعين يمشيوا يلموا يحطوا في الساشيات ويحطوا في البوبلات. البلديه مشكوره, انا بصراحه ما نشكر البلديه انها موفره حاويات في كل مكان باش تحط الحكايه هذه للقوارير ولغير ذلك. وثما ناس غير موباليه, ثما عباد الموضوع هذا ما تهتمش به, معناها ما عندهمش معناها يعني درجه حتى بسيطه من الوعي نتاع البيئه يعني ضروره العنايه. يجيب معناتها البلاستيك معاه ويخليه على الشط ويروح وما فما حتى قلق معناتها بالنسبه له, حاجه ما تتخيلهاش, حاجه ما تتصورهاش, معناها حاجه وديك الكل جدا, معناها تو هم ناس حتى احنا تاعنا في بلادنا مزح حر, معناها بشط نظيف صراحه بالمقارنه مع الشط كلها, انا هذا شط خارق العاده ونزلنا نحافظوا عليه, فهمتي, من اذا ما نخمم المستقبل خطرة. معناتها اضطريتوا توا باش تعملوا الخطاب المباشر, ما عادش اللي باللي بوندرول واللي تلقاك اللافتات اللي موجوده على البحر, قلت علاش لا ما نمشيوش طول للمصطفين ونحكيو معاهم طول. اخترنا نهار الاحد خاطر نتوقعوا تجينا برشا ناس ونجيو كذا, واحنا المجموعه الكل احنا مش جمعيه البيئه واش ثم الناس متطوعين معنا مع حمله نظافه بالفعل حال وحديث في الموضوع هذا, لان ولا ظاهره معناها هي احنا في الواقع هي اخترناها الموضوع هذا بالتنسيق حتى مع جمعيات الوطن القبلية قليبيا ولا غير ذلك, لان عملنا فيها ندوات الموضوع هذا وهما ضيافه حتى في قليبيا, انا ثم دعوه للحضور مهرجان الفيلم هوات بقليبيا مع شيء اي مبرمجين, انا جاتنا دعوه في الموضوع هذا من جمعيه البيئه انه مبرمجه الاشرطه الوثائقيه المرضيه اللي تتعرض حول التلوث البلاستيكي, معناها يعني موضوع كبير, موضوع يعني
موضوع معناه خطاب 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 موجه للحمله نتاعك معناتها الكبار للصغار، شكون اكثر فئه للناس الكل؟ كل ما التشيه هذه اللي تخليها على الشبته هذه راهي يهزها الهواء، يهزها الماء، راهي تقعد تبيك، راهي ما تتحلش، معناها ماهيش بيوديجرادب، ما تتحلش، تقعد فين ربي باش الماده هذيك تتحل في الطبيعه، راهي تقعد تبيك تلوث الطبيعه لعشرات السنين، يعني وراي اسماك قاعده تموت، وراي وقت التورتي دو مير هذوما قاعدين هما المضرورين اكثر، لان ياكل ساشيات هما، فهمتي؟ يتصورها بيجي يتصورها اللحظه هذيك. بالرغم سي لطفي، فما حلول، معناتها العباد اللي تمشي البحر فما ناس اصبحت واعيه، معناتها تهز معاها القفه نتاع الصحف يحط فيه شنو الملازم نتاعه ويروح بها، معناتها فما سلوك حضاري، معناتها النجم عنده بعضنا معناتها في الحاجه الباهيه. انا ناكده لك اللي ثم 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 درجه وعي نتاع بيئه يعني انتشر في البلاد. احنا جمعيه حدوب عملناها، وكل حتى الوسط نتاعنا ريفي ولا شبه قروي، معناها مازالت المسائل هذه ما تطرحش، رغم اللي احنا من حياتنا ملاصقه وملازمه البيئه والطبيعه والرود والاشجار والخضار والغابات والسشيات دي، حتى البر تمشي، حتى السويني، حتى الجر، حتى انت وبرتو وين تلقى كان السشيات المطيشه، وحنا بنقولوا اللي الخطر موجود على البر موجود حتى على البحر. هل انه سي لطفي انه انتم كمجتمع مدني وجمعيات تكتفيوا انه الحملات هذه تكون في الصيف في اخر ولا في الاول نتاعو؟ هل انه اليوم الحملات هذه لازم تكون توعويه على عام كامل؟ بطبيعة الحال النشاط هذايا والعمل التوعوي والتحسيس وكل لازم يكون على طول، وبصفة مباشرة وغير مباشرة، وعلى التلفاز والرواتب كما عاملين انتم مشكورين، فهمتني؟ باش الناس الكل أول حاجة تفهم الموضوع وزيد تتحمل مسؤوليتها قدام الأجيال القادمة، خاطر تما مسؤولية راهو نتحملها، راهو كان إنسان ما يهموش تو الكل، راهي مش تولي كارثة، راهي كارثة ونعرف ما يمشيش، ما يجيش حتى نشوفوا تطبيق حتى على مستوى معناها يعني حكومة وإلا قوانين ولا غير ذلك، ما زلنا في تردد، مش نحلوا بلاستيك نعوضوه بالورق ودرا شنو، هاو معامل بلاستيك ما عادش يستخدم التشييع، ما زلنا مش واضحة، ما تمش إجراءات فورية وحينية وشجاعة، صراع بين الصناعية والحكم، ما زال الموضوع معناها في مراوحة وفي نقاش في حديث، وقاعدة تمشي الظاهرة قاعدة تكبر. لازم فما وعي، خاطر اليوم القضية البيئية قضية عالمية مش كان في بلادنا، معناتها اليوم لازم نبداو منا نحن، انه نحافظوا على بيئتنا، نحافظوا على الشطوط نتاعنا، نحافظوا على النظافة نتاعهم، سورتو انه الوعي والحضاري معناتها بالنسبة للعباد انهم اللي يجيبوا يروح بيه، معناتها ما فيها بيس، معناتها ماهيش معناتها كيما جاء وتفرهد يحافظ على الشط، خاطر فما عباد أخرى باش تجي، دونك لهنا لازم تكونش فما كل أنانية عند العباد وتكون فما مصلحة مشتركه. خلينا نذكروا بالحمله هذه وقتاش باش تكون، وفانا وقت غدوه لحد ان شاء الله 9 الصباح على شط مزحر. واضح يا سيدي، واضح. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، يكون فما وعي وخطاب مباشر بالنسبه للعباد انكم تحكيوا معاهم، وذا الوعي انه يوصل للعباد الكل، مش حتى في منزل حر، في الشطوط نتاعنا الكل، بحوراتنا باش تقعد ديما نظيفه ومزيانه. شكرا لك سي لطفي لجنف، بارك الله فيك. شكرا على الفرصه دي اللي خليتها لنا باش نتحدث. بارك الله فيك يا سيدي، وسلمنا على ناسنا الكل في منزل حر، بارك الله فيك. سي لطفي لجنف كان معنا كاتب عام جمعيه البيئه بمنزل حر، وذا نداء لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، العباد اللي ماشيه تتفرهد توا في البحورات ولا وشتوت، صحيح فما تفريد، صحيح ناس تعمل جو، هذه حاجه باهيه انه تتقابل مع عائلاتها مع الاصحاب، لكن زادها ماذا بينا انه نحافظوا على الشطوط نتاعنا، ماذا بينا نحافظوا على البحورات نتاعنا باش يبقاو نظيفه، باش الناس حتى اللي تجي بعد تعوم زادها تلقى شط نظيف، وكل واحد من جهته انه يحافظ على البحر اللي هو فيه. مازلنا مواصلين معاكم.